انا اسمي ياسمين، مامة ملك. اكتر حاجة عجباني في الحضانة الانفايرومنت اللي فيها، التيتشرز، النانيز، الستاف كله كويس جدا. انا حنان، مامي تمارة محمود. اكتر حاجة شدتني في الحضانة ان الحضانة فيها انشطة كتير جدا. الولاد، انا بنتي كل يوم بتتمنى ان هي تقوم تروح الحضانة من حبها ليهم. حتى لما بتغيب شوية بلاقي استقبال ليها فوق الوصف. انا اسمي نورهان، عندي ادم. من الحاجات بالنسبه لي اللي كانت مهمه جدا الاكل، لان انا كان عندي مشكله مع ادم في الاكل. طبعا هو هنا بيقدموا هيلثي فود، فكانت ده بالنسبه لي مستريحه الموضوع. وطبعا لما كانوا بيتشجع في وجود الاطفال فبياكل براحته. انا ندى، مام التايم في التودلر كلاس. اكتر حاجه بتعجبني في الحضانه التيتشرز كارين جدا، بيحبوا التايم جدا، فهو كمان بيبقى مبسوط معاهم ومطمن معاهم.